للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين بعد التحية، آخر ما لديك من تفاصيل آخر تصريحات وزارة الدفاع، تفضل. تحياتي خلود. يواصل الجيش الروسي تدمير مواقع المسلحين الأوكران في مدينة خاركوف وأيضا في ضواحي خيرسون. تقوم مدفعية الجيش الروسي بتدمير المدرعات وآليات الجيش الأوكراني، بالإضافة أيضا إلى أن وزارة الدفاع أعلنت اليوم عن تحييد أكثر من 1200 عسكري أوكراني خلال هجوم نفذه الجيش الأوكراني بأوامر مباشرة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على مدينة خيرسون. أيضا المروحيات التمساح الروسية تقوم بمنع المسلحين الأوكران من التسلل نحو منطقة الدنباس. أيضا وفي المعلومات العسكرية، أكدت الدفاع عن مقتل 200 من المسلحين الأوكران في مدينة دينيبرو بتروفسك. من بين هؤلاء المسلحين 50 مقاتل أجنبي تم جلبهم من الخارج حسب الدفاع الروسية لمواجهة القوات الروسية. وفي السياق العسكري أيضا خلود، دخلت قوات الجيش الروسي وقوات دونيتسك ولوغانسك منطقة أرتيومسك اليوم لتحرير هذه المنطقة من المقاتلين الأوكران. هجوم عسكري نفذه يوم أمس الجانب الأوكراني على مدينة خيرسون، لكن الدفاعات الروسية وقوات الجيش الروسي استطاعت من صد هذا الهجوم، حيث في بيان الدفاع اليوم أكدت عن إصابة لواء كامل من الجيش الأوكراني بشكل كامل، وأيضا عن تدمير معظم آليات والآليات العسكرية التي استخدمتها القوات الأوكرانية للهجوم على مدينة خيرسون. التعزيزات العسكرية الروسية في مدينة خيرسون تمنع أي هجوم أوكراني على المدينة. التصدي الروسي للمسلحين الأوكران كان في ضواحي خيرسون. المعارك الآن تدور بين الجانبين الروسي والأوكراني في ضواحي خيرسون، أي في المنطقة التي تقع بين خيرسون وبين نيكولايف. في الأيام القليلة الماضية تحدثت الدفاع الروسية عن سيطرة القوات على مناطق واسعة في مدينة نيكولايف. هذه المدينة تعتبر من آخر المدن أمام القوات الروسية للتقدم نحو أديسا. مدينة خيرسون هي تحت السيطرة الروسية الآن. المناطق صغيرة أو بلدات صغيرة تقع بين خيرسون وبين نيكولايف. معارك عنيفة تدور بين الجيش الروسي والمقاتلين الأوكران في هذه البلدات. الدفاع الجيش الروسي أقدم بتعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق لصد الهجوم الأوكراني وأيضا للتقدم أكثر نحو نيكولايف وتحرير هذه المنطقة من المقاتلين الأوكران. بعد تحرير نيكولايف حسب الخبراء والمراقبين للعملية العسكرية، فإن القوات الروسية ستتقدم نحو مدينة أديسا. بالمقابل أيضا تقوم مدفعية الجيش الروسي ومروحيات الجيش الروسي بتمشيط جميع المدن أو البلدات في مدينة خاركوف التي أصبحت تحت السيطرة الروسية. التقدم الروسي يأتي على إطارين. الإطار الأول هو في على خاركوف وشد أو تكثيف الضربات الصاروخية على المواقع للمسلحين الأوكران في خاركوف. أيضا وفي المقابل المدفعية الروسية وصواريخ الجيش الروسي تدق مواقع المسلحين الأوكران في نيكولايف. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.